لانه فما حاجات معاصره، فما نوازل، فاحنا نحب نعلموا الناس ونحب نوضحوا للناس، خصوصا اذا فما اجماع امه، يعني مجامع فقهيه قالت في المساله هذه باجماع الامه، ما نجموش نجيو نقولوا معناها هذه حاجه حرام وهذه معناها ونناقشوا معناها مع المجالس، مش نعطوا فتاوى للناس اكيد معناها نتناقشهم في اطارهم العلمي فقط. هذه يعني كما نقولوا اشاره صغيره، راهو كي تجي الفتوى من عند الشيخ راهي اخطر من اللي تجي من عند عامه الناس. راهو كي يتكلم واحد من عامه الناس معروفين برشا ناس تكلموا، واللي ربما ينصبوا عداء معناتها لهذه السيره الاسلاميه، حد ما يسمعهم لانهم يعرفوا الخلفيه نتاعهم ايديولوجيه، ويعرفوا اللي الهدف نتاعهم يتحدث دون علم، نعم يتحدث بدون علم، والهدف نتاعه مش افاده الناس وانما معناتها لتحقيق اهداف معناتها رخيصه. بينما كي يتكلم شيخ علم الناس كل تولي تقول هذاك فلان قال وهذاك معترف به وهذاك كذا، وتولي وقتها تصعب على الناس حياتهم. نحن ما نحبوش تسهل عليهم تدخلهم في الشبهات وتدخلهم في الاحرام، ولكن زاد ما نحبوش شكون يضيق على الناس حتى تولي الحياه نتاعهم صعيبه. وربي يهدينا. سي طارق تفضل نعطيك الكلمه. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. اما بعد، نعطيكم تجربه شخصيه. انا نعمل في الدروس في الجامع في المساجد في تونس، وكيف كيف معناها نتبع في الماليه الاسلاميه بحكم الاختصاص نتاعي المساله هذا. وعندنا زاده جمعيه اسمها جمعيه جسور التعاون، هذه تعاون باعثي المشاريع ولا الفقراء ولا الشباب على بعض مشاريع صغرى يبداو فيه ينطلقوا به الواحد. بعد ما البنك التضامن بعث ولا يسوق في المنتج نتاعو الاسلامي اللي هو بتمويل من البنك الاسلامي للتنميه، جاتني العديد من الناس خاصة من الشباب. ما عادش الجمعية تخدم على أساس بعض الاستشارات الشرعية بالضبط، وهذه جديدة. حتى البنات اللي يخدموا معايا وليت لهم حاجة جديدة معناها في خدمة الجمعية، معناها اللي الناس تحب تسأل على الأمور الشرعية. وهذا يرجع أغلب الناس ترجع لي بالاستشارة. علاش؟ على خاطر ليطمئن قلبها. علاش تسمع في شيخ ولا مجموعة من المشايخ إن شاء الله ربي يهديهم وكل شيء باش يجي معناه يشبه عليه معناه يشبه عليهم وخلط عليهم الأمور وقال لهم اللي أي حاجة اسمها بنك لكن بانون كيف مدارك أعرف عليها راهي محرم. وهذا ترجع اللي هو معناه الفلسفة متاع التفكير متاعه اللي بالنسبة لي أي حاجة بنك راهي مقرونة بالربا. معناها ما معناها التاجر معناها ما يقبلش معناها فلسفة اللي البنك ينجم يكون تاجر ولا يكون مؤجر ولا يكون يشري ويبيع ولا يقوم بالمعاملات هذه. وذي التبعات نتاعو حتى على تظهر حتى في إطار موسع. تعرفوا اللي معناها أصول المالية ولا معناها المالية الإسلامية قد تساهم في المالية معناها بتاع تونس، معناها الأصل فيه تكون في 20 ولا في 30% بعد 5 سنين وبعد 6 سنين. تو ما تمثلش إلا بنفت شوية 2% ولا 3%. مازلناش إن شاء الله احنا تنزلوا نحكي إن شاء الله في الموضوع هذا ونزيدوا نواصلوا. نرجع لموضوعنا اللي هو قانون البنوك الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب مؤخرا، وإن شاء الله كما قلنا باش نحكيوا فيه ونفصلوا فيه، وباش يدخل معنا ان شاء الله وعلى الهاتف مباشره السيد سليم بسباس عضو مجلس